هناك توقعات بأن تكون تظاهرات 25 من تشرين هذا الشهر أكبر بكثير مما توقع المتظاهرون وكذلك مما توقع الإعلام والمهتمون بهذا الشأن. هناك تجيش كبير لهذه التظاهرات. وسط ذلك هناك حديث بأن قادة التظاهرات وأصحاب الرأي والناشطين يعقدون اجتماعات من أجل الخروج بتظاهرات منضبطة أكثر. ما صحة المعلومات التي يتم تداولها عن هذا الاجتماع؟ يعني ستكون ذكرى 25 كذكرى يوم الواحد من تشرين، 25 تشرين ستكون كذكرى 1 تشرين، نفس الاستعدادات اللي جات ب 1 تشرين راح تجي ب 25 تشرين بخصوص ذكرى الاعتصام والاحتجاجات. اما بخصوص عقد اجتماعات، نعم يتم عقد اجتماعات وحوار للخروج برؤيه سياسيه توضع حد لهذا الذي يصير، لرفض هذه العمليه السياسيه ووضع خطوات لتصفيرها وإعادة بناء عملية سياسية جديدة وفق أسس وطنية حتى تكون منتجة ومفيدة للشعب العراقي. لأن اليوم الجميع لاحظ أنه العلة والخلل بالعملية نفسها، الخلل مو فقط بالشخص، بالعملية والمنظومة هي كلها كعموم. تحدثت عن رؤية سياسية سيد عمر، هل هذا يعني بأن التظاهرات ستنجب حزبا سياسيا أو حركة سياسية ربما ستشارك في الانتخابات المقبلة؟ يعني البعض ممكن يذهب لهذا المسار، لكن الكثير هو ما مقتنع بالعملية السياسية، فكيف راح يذهب للعملية اللي يشارك بها بحزب ويدخل داخلها؟ راح يبقى يحاول يصحح بهاي العملية، يحاول يعترض، لكن بالنهاية وبالمجمل هم رافضين هاي العملية ويردون يصححوها ويصيغون وحدة جديدة. يعني وبالنهاية ممارسة الدور السياسي أو العمل السياسي مو شرط يكون على شكل الحزب. اليوم احنا وفق الديمقراطيات الحديثة أي مواطن يقدر يمارس دوره السياسي ويعبر عن رأيه ويعترض ويقول إيه ولا وفقد حرية الرأي المتاحة إليه. نعم. يعني ممكن يتدخل بالمواقف السياسية الحساسة ويضغط ويقول هذا صح وهذا غلط وفق الضغط الشعبي الجماهيري الإعلامي ضغط الرأي العام للرفض والموافقة على أي موقف. نعم. مو بالضرورة يشكل حزب حتى يحق له يتدخل بالسياسة أو يدقق بتفاصيلها. جميل. تقرير المجلس الأطلسي حذر المتظاهرين من خطف التظاهرات وحرفها عن مسارها، برأيكم ما أبرز النقاط التي يمكن أن تحرف التظاهرات عن مسارها وعملية اجتنابها فعليا، كيف تعدون لذلك؟ يعني هذا التقرير على ما يبدو جاء متأخرا، هذا الشيء احنا نحذر من عنده قبل سنة من الآن. هذه وحدة. اثنين، الطرق اللي تحرف مسار التظاهرات هي استغلال البعض والتغرير بهم بأخراجهم عن السلمية، بدفعهم للقيام بأعمال غير صحيحة قانونيا ولا إنسانيا، تحميل الاحتجاج مسؤولية أنه أنت لازم تشكل كيان سياسي وحزب سياسي حتى تكون جزء من العملية وصحح المسار. ما مطلوب من المواطن المحتج أنه يشكل حزب سياسي صحح المسار. نعم. كل المطلوب من عنده أن يشخص الخطأ ويعترض عليه فقط، حتى هو ما مجبر يحط الرأي لصحح الخطأ. نعم. فهذه الطرق أكيد اللي تستخدمها القوى السياسية للالتفاف على الاحتجاجات. النقطة الثالثة اللي تستخدمها القوى السياسية هي محاولة إغراء البعض وشراء ذممهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. سيد عمر، هل تخافون من قمع التظاهرات؟ ماذا أعددتم في حال لا سمح الله هناك قمع سيحصل في يوم 25؟ ستبقى السلمية خيار الجميع، سواء كان هناك قمع أو لم يكن هناك قمع ستبقى السلمية هي خيار الجميع كما كانت قبل سنة لحد هذه اللحظة. شكرا لك السيد عمر الفاروق الناشط المدني، كنت معنا من بغداد.